السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، واليوم كنقترح عليكم هذا لونسومبل اللي خطير جدا، فيه الوان، فيه اللون هكا، فيه هذا اللون الخضر، شي حاجه اللي عاطيه العين وديال ديما، شي حاجه سامبل وخفيفه ديال ديما. بالنسبه للونسومبل كيتكون من لا شين بوندونتيف ولي بوكل لا باك والغورميت. كنتمنى لونسومبل اللي اقترحت عليكم اليوم يكون واضح بالنسبه لكم، ودابا غادي نشوفوا كل حاجه بوحدها باش يبان لنا لونسومبل مزيان. غادي نبداو بلاشين بوندونتيف. لاشين بوندونتيف على هذا الشكل، هذا لاشين وفيها البوندونتيف هكا، فيها حجره خضراء وحجرات بيان سيرتي في البياض على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم هكا، كنتمنى تكون واضحه. وبالنسبه للسلسله هي ديال شوبار هكا، كتبان لكم الصح والعمل، شي حاجه زويونه. وبالنسبه للبوندونتيف هكا من الداخل ديالو، وهنا كاين الطابع ديال الديوانه، كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا لاباك. بالنسبه لاباك حتى هو شي حاجه اللي صحيحه متينه، يعني كيبان لاباك صحيح مزيان، وهنا في حجيرات بيان سيغتي في البيض وحجيره في الخضر، اللون ديالها خطير جدا. وبالنسبه لاباك كيف قلت لكم شي حاجه اللي صحيحه الصح والعمل، يعني ما عاد كديري ليه ما يتهرس ما يتعوج ما والو. ودابا غادي نشوفوا لي بوكل. بالنسبه لابوكل حتى هي على هذا الشكل هذا، نفس الديزاين ديال لونسومبل كامل، فيها حجيره في الخضر وحجيرات بيان سيغتي في البيض، وهكا من الجناب ديالها وهكا من اللور ديالها، هي فيها سداده ديال العمود هكا كيفاش كتسد. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. وبالنسبه للغورميت حتى هي على هذا الشكل هذا، نفس الديزاين ديال لونسومبل، هنا فيها هاد السلسله صحيحه رقيقه ولكن صحيحه الصح والعمل. بالنسبه للغورميت حتى هي فيها حجيره هنا الوسط في الخضر وحجيرات في البيض بيان سيغتيي، وهكا من اللور ديالها، يعني متبتي الحجر ثابت مزيان. ودابا غادي وبالنسبه هنايا كاينه العقده، يعني فيما بغيتي على حساب السداده على حساب الايد ديالك. وهنا في هاد الخميسه مشبكه كتعطي واحد الجماليه وكتبقى نازله من الكورميت. دابا غادي ندير لكم غير الكورميت ولا باك باش تشوفوا كيفاش كيجي لونسومبل. بالنسبه لونسومبل كيجي على هاد الشكل هذا، كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. وفيه لا بوكل اللي كتجي على هاد الشكل هذا، ولاشين هكا. البنات ديروا سكرين، واي وحده بغات تصيفط ليا كدير سكرين من الفيديو وكتصيفط ليا في 06 23 62 52 86 في الواتساب ديالي. ومرحبا والف مرحبا بكم.